أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقوصة قايت مثلا أدن مسلي أهداف تكون الأسرة بلاش كم كل خدمات سال الأهداف ونري خدم التجارة أخيني ساغلي بيت ساغلي بيت أهدافينو أم زوارو ويسينو ثلاثة أربعة خمسة أم كل يوم يخدم الشغل يسديد دونيث يسال الأهداف. إذن العنوان أهداف الأسرة ذا شو سنت الأهداف انت واشولت وين راه يخدم انت واشولت ذا شو يتراجو الأهداف تصيقنا يتمثل هذا نشرح بعضها يعني شوية شوية باش نكشم ذي الموضوع وايث الهدف مزور ويتمثل الهدف مزور ذا شوث الهدف التربوي الخلقي وقيل الهدف مزور لأن أهداف تص الهدف مزور ذوا الأهداف في القرآن منه نتكلم عن الأهداف الكبرى ماشي الأهداف الجزئية. الهدف الكبير الأول هو الهدف التربوي الخلقي. شو المعنى الهدف التربوي الخلقي؟ الهدف التربوي المعنى يستوى شولت ذي لاسوسيتي داخل المجتمع نتراجو باش أدربي أدربي الجيل أدربي الجيل الجيل قايت مثلا المحضن الأساس لتربيته وتنشئته هو الأسرة ثلال الأسرة ثلاشولت بعد الدرس المدرسة أدرس الجامعة أدرس وسائل الإعلام تلفزيون الراديو وإلى آخره وهكذا أتصل مؤسسات نتاع التربية أتصل مؤسسات المؤسسة ثم زواروث إقلاقات ربي الجيل أتربي الدرية تربي المزين توشلت الأسرة إذن هي المحضن الطبيعي الأول نمر واحد ذوى لا يمكن نتصور إنسان بلا محضن تربوي لا يمكن لازم له محضن تربوي لذلك نقول لكن لا كامل يثمثن نساء توشلت ذا ثناغي ما ثناغي كذا جدا ثناغي إلى آخره ونقولون على حسب أشو سيكتب ربي سبحانه ويربد ذافاس دي ماس ويربد معي ماس ذا وجيل سبافاس ويربد ذافاس ذا وجيل سي ماس فاقي مرحبا استكشى ربي ولكن الأسرة هاي ثمثل ثوى شولت الهدف مزوارو إن تراجو السيس ذو ترفقة التربية ذا قي يدف كان شوية دي طاية ثمثل تزرم كامل الأسرة تسعى أهداف من الهدف الأول مثلا الهدف مادي لا نعيش مثلا تيما تغدف كيفكي من لا مزيف في مرحلة الرضا من بعد من مقرد شوية غدا وانت ما معيش الماكلة اللبسة الدواء إلى آخره وقال لك الوالدين أغدف كل أمور المادية ولكن مثلا الشيء ما يكفيش الهدف الأكبر الأول هو الهدف التربوي معناه تكوين الإنسان من الصغر على الأسس الصحيحة أسخذ من لاباز سوليد الأساسي صحان ما ديني غير الهدف التربوي مثلا يوسع أم زوار ذي التربية نقطة أم زوار التربية أين يعني الإيمان صربي سبحانه ولا شفت الإيمان أم زواره ترى ذي الوالدين ذي مزورة دخل في الهدف العام وهو الهدف التربوي إذا كيف مثلا نفيه وشفيح صلى الله عليه وسلم شو ديننا إنه كل مولود يولد على الفطرة كل مولود أكون دخل ربي سبحانه يولد كامل في الفطرة دخل ربي سبحانه ذيس وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه باش غادي في قنفي عليه الصلاة والسلام الوالدين زمرن النسن نغي اللسن أثناوين ذكير فريد الأسرة إذن الأسرة الهدف مزوار والهدف التربوي لن ديك سكلك ديتاي ألف نغ أ ألف الجانب الإيماني نغ العقدي ترسيخ عقيدة التوحيد في قلوب وعقول النشء الصغار سكو اسمه دلالا أسن قال ربي إذن في ربي إذن في ربي إذن في أذو غل أذي مغورا وسن ربي وسن في صلى الله عليه وسلم تقيت مزور ثالث مثلا تقيت الاساس وتسوي ذا باذن السلاح خاطر ما يون في كان سيتش يسوى يصحى يخدم سبور يغرى يسعى كلش ولكن رسال الايمان يضاع لذلك كيف مثلا الهدف الجزء الاول ذوى
ألف الجانب العقدي. الجانب ويسين يثمثن تجور في الهدف التربوي الخلقي الهدف ويسين زرم ذا شوث ذين يعنان الأخلاق الإسلامية. الأخلاق الإسلامية صرف قيق مثلا مثلا نوري بعض الأحاديث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسينا يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ثلاثة مسائل. أتصل وصايا يدف كان بها صلى الله عليه التربية هذه نسأل وصلت إن شاء الله. ولكن كحديث كمثال يعني أسيه دروقشيش يا غلام إنيس هم زوري سمي الله إنيد بسم الله سي سناث اكسي الفوس وكل بيمينك سي سلاثة اكسداتي وتمغارك هذه ثورة الزمر يولا شيني بعد سي قذا قذا غارت سي قذا قال ما سي فاسيل سي دي فتيلتين حاجة بسيطة خط ماشي بسيطة أدي سيون واسا كن داوي غشو دين العلماء يم قرانا يم سنون يم قرانا وقذي غران السنن في صلى الله عليه وسلم غران سنث ولن يعني غران باش تفهموا هذه السنه شو لان فقيت ما سيسمي الله ما عندها ترسيخ لعقيده التوحيد فقيت مزواروث وستيرا ربي سبحانه سي تدير قشيش اسفهم بيان سور كما يفهم اسي نطلق مثل بغرومي شويه بغرومي باش يدوس روراي باش يغران اسي تمزور يسمي ربي سبحانه ذنت سام يدي سخرنا فلاح افلاح ميك شيرزم خاطر باش توصل لك كاين فلاح اللي حرث ربي اللي سخر عليك الفلاح اللي حرث تلقيت مزواروث ربي دي سخرنا فلاح باش اللي يزرع ذا ربي سبحانه يقفك الامر يجني يتجناوث باش يدفك الخيريس المطر ياتي بامر الله باش دماغي تني امامي يرزنك التمزين ضربي سيف كان الارض رئيس النور في القاعه باش تسمغي معنى ربي سبحانه امر السماء فامطرت وامر الارض فانبتت من بعد ضربي دي سخرنا في الحوايض باش يروح في مجر اللي يخدم سافانتا الترمينولوجي تقريبا يا المزين باسا قارن سافانتا فين يخدم لك الفلاح هذا تفهم مجر يخدم سافانتا ذاك في مجر يحصد بقدرة قادر ربي سبحانه من بعد المديوث والقيم بغرو مني سابولونجي يسبيثيد نغب الدار ثمغا في قما نغ قماش باش يثيد السب فكايا كثيد ولكن شحال دي سخر ربي سبحانه شحال لعثا بي قذر انا شحال لو مينيموم راه تخدم ذا ربي سبحانه إنا سي سميك يا رب راه تشخ إذا غادي يفهموا قشيشني أموستني ضركا وسيت سكر القيم النعمة هذه تذكر كرمكم الله غرم ذي لابوبيل البركه يثمثن في الله ولكن نعم ربي مسنف كرزاليس سيدي ربي سيني يا امعاء التاسعي ويا نفس لا تقنعي ويا بركه ارتفعي هذا اسم طوال لزر دار ثرويه يثمثن ثلاثه رقم اثنين نسنا وكل بيمينك بلا ما تغرق في الاول باش غادي يفقد فيها الصلاه والسلام نكوني امه متميزه نسالي كاركتيرستيك نتميز وفي التميز اصاله باش الانسان ما يتميعش خاطر الوياض تصحين تصحين سدين انسان تصحين الاخلاق انسان اما كي يكون الدنيا يقول واسا تفضل يقول توزو ميتزالا ميش مباري هو حين السحاب جا فازالي تاكور حين السحاب سعين دوكال وعلى بالك لي باريزيان يصحى يصحى مسكين يصحى الزالي يصحى رمضان يصحى ولكن يثمثل في التميز اصاله وشرف. لذلك امه الاسلام امه التيامن انت اللي راه مش وطني تتسم تفوز الماض وكل مما يليك ذا ما الشرح ضيميش نغيليش الور وكل مما يليك شو المعنى يسمع لك تزدافك اخي قال قبيل تشلحقيش تقنضيطيش كل حقك وغمض عينك سيراق شيش ما يولفس قوا سمي لذا مشطوح تتلحقيس زدات سكان هذه سؤال القنيعة مين ما راهي مغورة تلحقيس يكفي إما إلا غساقة تفميون سقوس ميلا ذا مشطوح يحمل هيك الحقوق بياض اويد 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 ما رايو غالد 20 سنة غادي هيك الحقوق بياض حقوق خوتو ما رايو غالد المسؤول ان دايلا يحمل هيك الحرام يتوفى الفنان والحرام
سي بوسا مثلا مليون يستي حقوق الضياض انت فرقاز المسؤول غامشي لا لو دياغنوستيك يسهل الى شي ناس مثل مشطوح غامشي الليض اشيني رباغد حمله اذكر الحقوق الضياض وفي غاس الفنا سي بوسا ميماسا ذاين قرناش مول طبيعه ما ينساها يحمل هيك الحقوق الضياض يسرق يخطف الى اخره ثوالا ما يتمثل البعد نتاع هذا الحديث وراسي من الحديث هاكي اي وراسي مش صح يا اخي تواشلتني ادنو على ماذا الاسره تواشلتني راسي صحفظني الدريه لو مراقي مسلم يتمثل ياكل احاديث في صلاه الميوث يوث وما تقلقش جيبها بطريقه شرعيه بطريقه سيونتيفيك لان الدراسات دراسات مدققه عميقه تثبت وتؤكد ان الفم الطاهر ما نطق الا وحيا فلا يتمثل وقيل هدف التربوي اقرا توجور ذيس الهدف مزول هدف التربوي وقيل هدف الجزئي رقم اثنين الهدف الجزئي رقم ثلاثه اي ثماثم توجور ذي التربيه ان الاسره تكون الصغار على القيم الاخرى لي فالور القيم قيمه مثلا الاحسان الى الفقراء قيمه الاحسان الفقراء مثلا يونسي هنا دياوي ميس ميس نغيليس اديا فازوالي اسيني زرمي أزواليهين وليو فارم سكينة مايشة ثاني اللوزة ثاني كذا فكاس الفراك الغالفين فراك هاي ما يكتبن السيف كنتسا ما السيف كنتسا يحس بواحد المتعة أسي ضميث وعاد عاون ضم سكين واقي ثورا كذا يتشغر ومساقي ويسمسا ثلاث سي اللاز فهمت أذي غال ميشنا ذي حمل أذي حمل قيمة من قيم اللي هي التعاون مساعدة الفقراء الإحسان إلى الفقراء هكا ولكن بالك الوالدين وياض ونسعر الامور هاكي ذي الموحد هذه خمم في الشيء هاكي حاجه اخرى يتمثل السلام ورد السلام هذه من قيم الاسلاميه السلام عليكم وعليكم السلام الو ما الا ثوا شو تاكي ما عندهاش غير مرتبطه لا بالسلام ولا بباب السلام اهلا ولا شياك كرسي سيناراك وكاستيني هذا ثروي فلاش كي توالي اشو بورقة جديد رانا في عصر العولمه ساقي وقت ساقي المونديزاسيون يهورن اشهر خطر أين شرح هذه الدرس نعدان أمش وسائل الإعلام الكبرى التي تمكن للعولمة اليوم كيفاش تقدر تزرع قيم جديدة ثلان كلهم فغال لفالور النق أهمية الدنيا ظن ماريكان وغيرها فغانا زرعان لفالور نسن لفالور نسن باش يغال الدريان غير آخره أغفغان تفوس ولا عوجنت إلى آخره أيضا أمر آخر يثمثن أين يعنان ومقارن العلماء التربية الاجتماعية التربيه الاجتماعيه توجور ساقي الف با جيم دال تورق لها دال اهداف الجزئيه شو معي التربيه الاجتماعيه مثلا باش تواشول تضرب بين الدرياس اذو غالن اماكن قرص درجه يعاشروا ما تشوي شغل وحشين كون وحدس سمحي ما فيش مغرب بخان بار اكزومبل التفضيل ساراشي مشطاح لا دو كاتيغوريس كراش زوج اصناف الا ينصين فكتشمض يعانقك يسلم عليك يريح معاك قرنا شوقي عاشر طفل عاشر الا وايض ثروي فلاش لو كانت تنتقض فلاش هذه تسرو والزمار تتفاض ولا استهضراض ولا واحد سكان على بالكم واش يصرى مما قشيشاكي ام زوارو مما راهي مغرزكا يسعى يوغى العضو الاجتماعي في المجتمع يقدر يدير علاقات مع الناس يقدر يدير الدعوه الاسلاميه يسعني لس يسعني وال إما إلا أنت يا رب داك نشغلو أقول كان أكني ولا ينطقر السنطاق ولا السنة دي عاشر يتسقو ذو غاشو يتسطح يخجل لو كذا إذا واقي ثروي في الناس واقي مرشح باش هذه سؤال مقارن علماء النفس عقد هذه كومبلكسي كاع أي معقد ما يقدرش يتكلم قدام الناس ولا يقدر ذي يام سي كل شيء سيثم زي يثمثن سي بوسا الشيوخ قد يسمح حسن سي ولا يثمثن ظن راه شي مشطاح لو كان السيد نتا نزل الصبوره ثروي ويتصور على الماء فهمت خاطر راهي مدير الدار يتقاد السوحاش يتسحب بزاف وكذا الى اخره مي واز نورمال سي تفضل تفضل ما يغلط شي ني غلطه غلطه نورمال واذا كان سنتاك غلطان ثروي بالك ما يجيش اقول ما يجيش اونتر بارونتيز ديال السويسيد ناديو العالم كني في علم النفس إنا شو باسيوش انت الشيخ تاكلني الصغرى وكذا الأخير يساد المفتش يسار هيت سيار زاير وراش انت كذا انت كذا انت كذا يخنا يسال كريتيك يعني ان بعد روح انتحر سيدي استحام شراء ذا ينغور سي غريد وذرار يغريد وذرار
صافي ثمثت لك مسألة مهمة مرنا وضر نقاط لك ثمثنا ودفتها دي الديتاي وكذلك شدين العلماء علماء النفس المعاصرين وديني كذلك شدين الدين غير مريك لذلك ثمثنا باش ما نطولش الهدف الخلقي التربوي ذوى رقم واحد والتربية ثمثنا أطاس التفاصيل قلان ذيكس ثوى شولت إذن الأسرة نتراجو السيس باش أغدر بي الجيل أغدر بي الجيل طبعا مادام كوزين سلمان وفق مبادئ الاسلام واخلاق الاسلام وقيم الاسلام وهكذا الهدف السنه ثمثم قرنس الهدف الاجتماعي والسنه قران يعني في الاهداف الكبرى الهدف الاجتماعي الكبير لا شوث زرما ثمثم مارثيليث واشولت واشولت بون عقد الزواج لاك دو مارياج اونتر دو يرسيم ارقص مطوف ولكن في نفس الوقت ذي العلاقه يرسيث واشولين ثوى شولت أو سوى شولت ذي العلاقة بلك يرثاد تفامين تم قرآن تسفامين تم قرآن يرثاد درس تساد درس وليث كان صفي ثمثن الأسرة تسعى الأهداف ذي القرآن من أهدافها إيجاد هذا التماسك بين أفراد المجتمع خطر ربي سبحانه إذغاني لندوكل أنسوا هذا كلي إزوران أذاغ الشركين إزوران الور الكادنو على رسينا في صداري سلمان ولي خدميث الشيخ عليه الصلاة والسلام حتى مع الصحابة مع الصحابة ينس سلطو الصحابة الكبار مثلا علي كرم الله وجهه يسعى العلاقة ينس علاقة أسرية لا علاقة زواج يعني في كيس فاطمة الزهراء يسيد علي كرم الله وجهه معناه علي كرم الله وجهه قل عليه الصلاة والسلام هذه فغمي سياجب هذه شمي سياجب خطر برميل مقرانا الصحابي مقرانا عثمان بن عفان كيف كيف يفكاس في عصاة السلام يليس اسمي سيليس يفكان في عصاة السلام رقية يفكاس في عصاة السلام تنطوطي اسمي ثموث يرناس طير أم كلثوم هذا دي ذولا ها يخدم أسرتين يخدم علاقة بين أسرتين وعلاقة بين أيضا نبي عصاة السلام وصحابته الكبار عمر بن الخطاب يفكاس دي يليس حفصة أو بكر الصديق في كيس دين ليس عائشة سدوا لك يخدموك الصحابة يكون فبالتالي إذني مثلا ذهن كل جارنا كيف كيف تفضي والناس يقصفوني جو جسيتي قزيرت يغال ذي ضولان شركني ذي ذمن شركين ضولان بل كانت شرك تريكابل فبالتالي الدين النغ يفغى من خلال تكون الأسرة باش يغدي كون إذ مثلا الهدف جان القرآن اللي هو الهدف الاجتماعي خطر إذ مثلا مدنا ضرورة في الفالور في القيم الفالور عند دلالنت نغن دارم سنت داخل السوسيتي ثورا كل يسجل السوسيتي مغزيشة كتورة مخلف زيك السوسيتي مغز شو دي الإسلام أكثر صرف قال أخلاق وكل فالور في النظرة كني أكثر من مناسبة ميسجلش من تغذي الفالور في جديدين في جديدين كنت أفتغ مثال يسكو زيكي لا تفميون يبني بابس دي الناس سخان قمغار تلقى إنسان شاب يدي باباه ويماه لدار العجازة مستحيل ذي العيب ذي العيب خطر زيك شيء الغاشي هذي السحيل سبحان الله شيني كذا وغذا ذي الناس أثنى ذي قرار ذي العيب يتسقوى ربي تستحيل آخره إيوا السقايث مثلا يشمد الفينومينا كذا جديد ذي المجتمع ذا شوث أنو لغنا الغاشي تسوينا الوالدين نسن سخان قمغارة سورة ما ذوينا حليل ورسالة الوالد والدرية ورسالة الله غالب واحد ما عندوش الأولاد ما عندوش الأحفاد الله غالب عليه معليش يروح لدار العجزة أو كيفاه واحد عنده ولاده ولاد ولاده وباباه ويماه راهم في الدار العجزة وطبعا منكم بالك اللي زاروهم توصل ثم ترجع قلبك مجروح حتى تقول يا عجبة مرة سقسوني واحد الصحفي واحد الإذاعة قال لي ما تعليقك على دور الرحمة خطر اسمها دور الرحمة دور العجز اسمها دور الرحمة فأجبت نغاس وجدت لغياب الرحمة إنك هو يتراجع سنغ دور الرحمة حاجة مليحة وكذا الحاصل نغاس الذي خم الرحمة إمي ثغاف الرحمة سقوله كنت لا الرحمة وكذا ولا وين الوالدين السنسة رب سقر وقضى ربك إلا تعبدوا إلا تعبدوا إلا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال لقص قال ديرك سيا كورن خمني قمار دهين غي بلدين الزير إلى آخر بس هي قيمة جديدة هي ويش يصير غورنا للناس اللي باتير أمهات العازبات اللي غامدي الدرس هذا نيث مثلا سواء سبي سبورتي فتصلوا مرضينيني في إطار الإسلام في إطار الدين النغ ولكن لي فينومين دي جديهم ولازم نتكلموا عليهم ونحذروا منهم وهكذا ظاهرة جديدة معنى هناك غيب غائبة قيم غائبة شمت قيم جديدة تاقي ولا شي صغيرة لندن نظن
دي لوروب دي فرنسا دي هند دي هند سلا شمد الغورنا ابا ساكيت لا نسعى الفينومينا قيل لي مارسي ليباتير الامهات العازبات نسعى الاولاد غير الشرعيين الاولاد غير الشرعيين وقال لك الرجل مساكيت وسانا تواشوت ضاعا ويثن ضيعا ذي القران اللي قضيعا اللي مشطاح لمراكي كان سيدي وسانت علاش السبا لغياب القيم نتاعنا لي فالور نتاعنا راحت جات قيم جديده خاطر سمعوا لي الحال القاعده تقول الطبيعه ترفض الفراغ لا ناتور تقبل لا الفيد ولاش الفيد الو راه يسمى المجتمع ما الا يبنى في الصح لي دوسان قيمه جديده حاجه تجري تغيرت السيناريو المجتمع محصن بروتيجي كذلك كي نقول على المجتمع كي الهدف الاجتماعي المجتمع هو اللي يبني المساجد فراك نتكلموا على المنطقه نتاعنا برك شكون اللي يبني المساجد هما المجتمع الناس المواطنين طبعا الدوله تدعم ولكن الجهود الكبرى من قبل المجتمع التفضل من كل الدرس وخميس وخام ربي سبحانه من الجوامع يثذرين بقذرار إلى آخره ذي مغارن تمغارين الزلن رفذن سرسن إلى آخره كان مجتمع تبنى الدين وتبنى القيم وتبنى الأخلاق الإسلامية إفدهسنت إذا كيف مثلا ثواشلت سعى الهدف ويسين الهدف الاجتماعي الهدف ويسلاثة قرنس الهدف الاقتصادي إذا مرد ديني واش دخل الإيكونومي الاقتصاد ذي أي نعم النبي عليه الصلاه والسلام يروح ديون الشتيا السقار كيني وزوالي اقليها المده الناس واحد تجوج لو كان فريون ديك نقص فينا مشى سقار وزوالي سقار واحد تجوج ضروري له مويه ولكن ذمه مسلم النبي عليه الصلاه والسلام يعلم باللي زواج هذه سي البركه سيدي ربي يدي رزق لذلك حاجه اخرى قرن المثول لو كان مغلغ المثول نكني اخي قرنش صمت في حرزم في فيون وين شرزم زي كثر المثول سوا نخدم أو نسعن في يوغا ذا مركنتي أو نسعن قرنك في يوغا جمع ذي اللاز كي قرن زيك جمع ذي طفل اللاز نسعن في يوغا خير ما يسعن عشير من تركتور في يوغا الله الله إذا غشبهت ذي كان إنه يستمتو في حرزن ستير. عندك زوجة اللي تحرز وتحافظ وترفد وتقوم بالدار وكذا لا دير الاقتصاد دير الاكونومي داخل الدار خير بنا سينيباتي راه يديروا واسي تشاثي هذا فطروا مري خمام راسي راسي مساء تمطوث سي بو سا شيمين في عصاة والسلام ديالنا حديث ابن عباس ثلاثة من السعادة ثم زورتي بذات زوجة صالحة أمو السعادة زوجة صالحة ولا ما السعيد إيقاراج السعيد باطيمة السعيد القصور السعيد الشركات اللوزينات كل شيء بقى على خير إما غزي الدنيا تيش نغمارة مفضل إيه ديك سنتة إما تخلو خاميش بعد الشر ذي الحياة تيش نغمارة روح الدين باي باي الدنيا سنتة ثم بعد الدير شغلها سي بو سا قرني مزوره على الرمثول ثمتو في حرزم في فتيو بين شرزم في عصاة والسلام ثلاثة من السعاده يزور الزوجه الصالحه قبل النظام الدار الواسعه نغدا المركب الواسع قبل في كذا كي زواد كيسا تسكيد الاساس قرد غير المثل القبايل انك ثمتو تمذا ارجاز ترقى حلل وناقش ارجاز ترقى يعني ترقى ساقيه ترقى صوت دائما يا خاكا ما شاء الله وكل كلمة مثول أرجز ترجع يصوّض شمد تعمير دخان اسم الطوس لو كنت شغال ترجع فروي هذه فرو خان أتبن في حمالت أرجز ترجع ثم ترجع سفو على أشو كمان إن أرجز ترجع ثم تستند ثمذا خطر ثمذا تجمع القلتا نسقنص الدرجة ألور الرجل ساقية والمرأة قلتا ألور أيش مثلا هذا الاقتصادي لا نقول شيء سي بو سا لواشين كاسمي لي سي لي باتير سوي في اللي اسمي زوجة الحمد لله يولي فخا حتى بدرجة قلت الفلاني دار الدار اشيني دار الدار معناها زوج يراها خان يرزق لينا صار يراها خان الهدف هو ربعة الهدف السياسي وتكون انسان ذكي فاهم يدرك هذه الامور وكذلك الامة القوية اللي تبني اولادها على العقيدة الصحيحة والتربية السليمة ازكى ذيلين سيركيزين راه يدافعن في الدين راه يدافعن في المورث انا خاطئ مع انتهاء هذا وظن ريون المستوى زمرم يحمون الحمى يحمون الأوطان يحمون الأديان وهكذا إذا الهدف هذا يثمثن بلك وذلسين أنقارو الهدف الصحي الهدف الصحي أين يعني تذر في النغ أين يعني صحى النغ أزر ما يثمثن ذا قرن الأمور جيذين ديكش من ثمور في النغ تجديدين إكش من دون قارن الإيدز نصيدة استرومي مرض السيدة يجي مرض فقدان المناعة أي مثلا وقيلها لك جديد أن دي لا رورنا ولا شيث أي من ولا شيث بارسكو ما يلان يثلان الأسرة لسيس الزواج الزواج النين ذن تري بروتيجي من الصحاب بمذان باش كرام أكون الله يقع على ذي الحرام أدياوي لهلاش الساقي الطبة كامل يكل علماء دوني تساقي
ناند باللي السيدة ياكين يسعى بلوزيور فاكتور اسباب كثيرة، ولكن الله اعلم السبة ثم زواروس العلاقات الجنسية كرمكم الله غير الشرعية اديوسان سي ثرقا ياكين الخسارة. ايوا طيب اذا ما نخمم مليح انوالي باللي ثواشلت اتبروتيجيني من الصحة النغ انسى ديك هذاك ياكي وارن ما إلا الزواج يفنى في الصح في النية أو في الشرع أو في الحلال ما شاء الله. أنسى دياس الحرام أنسى دياس يير الهلاك ما يجيش ودي تسارى. أيوا سي بو سي مثلا الهدف الصحي ويس خمسة من أهداف تكوين الأسرة دائما في الهدف الصحي هذا هضر الشطح في الإجهاض لافورتمون لافورتمون يس مثلا سما ناس العلماء المجازر البشرية مجزرة إلا يون ذي 94 نعدان لان تخلي كونغريا دان سغوص انت إن شاء الله يتخدم لوني هيئة الأمم المتحدة تجمع في الجلسة قثام قران خدم المؤتمرات صرفني مليارا يصرفن زرما شو السبا باش هذو الدن شويه تركيزي ناقي في فنا ثبنا واش كنت تفتح مثال ذي سان ذي سبتمبر 1994 سي 5 المين 12 13 سبتمبر 1994 خدم من المولوي ياقي خدم تجمع ثم قران الجناس خدم المؤتمر المجمع القران ذا شو فغانا نخدم من داخل فغانا درنا الاجهاض حلال لافورتمون ديال الحلال وكتخدم لك العبارات ويقارن مثلا الحمل غير المرغوب فيه سيتادير ثم طفنا تسعة سن وراش يسد ثرفذ ثافيست بلا ما ثذما ورث فغارا اللوفان والثلاثة اسمي ساعة قورنا شهرين ثلاثة اربعة اثيد اثيد السفا اذي فغس دوان اس كذا اذي غلب باش ودي اذي النف لافورتمون زينا شحال اكثر من 1200 منظمة غير حكومية وشحال دول وشحال علماء كخضر وكاش ونديها كيف مثلا مؤتمر اجتلاث قرنوا الاهداف انسان باش يكين الايجاد حلال فقط ما الحمد لله مازال شويه مني في الحرمه سي مذام كرم العلماء من قرانان سواء هيئه كبار العلماء بالسعوديه والازهر الشريف بالقاهره حتى الفاتيكان بايطاليا خدمنا فوس ديك فوس قالوا كوني ضد المجازر البشريه من بعد سكوا سي سبتمبر 1995 خدم المؤتمر في بكين مؤتمر اخر باش يهود لنا شو مزمرن لذلك كيف مثلا أنا كدني ثورة زرت كان في صدار الإسلام مدينة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو نزمرني منيس يسعى الباءة القدرة على القيام بمقتضيات الزواج القدرة مطلقا القدرة المعنوية القدرة المادية إلى آخره فليتزوج هذه يجوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معناتها شحال فايدة تقسى زواج كيف مثلا لذلك الأسرة تسجل الأهداف في القرانين نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.